than a definition of elevator group control. إذن تعريفه elevator group control is the algorithm. سكر بالله الباب يا خالد. That is used نطلع هذا التعريف. إذا Elevator Group Control هو Control Algorithm بيعمل Assigning أو Allocating. بيعمل Assigning أو Allocating لل Landing Calls لل Elevators. هلا هون هاي نقطة مهمة. Elevator Cars Operating in the same group لازم يكونوا شغالين في نفس الجروب، يعني لازم يكونوا مجموعة Elevators شغالين بنفس الجروب. يعني لو اجينا هون اطلعنا، اذا انا قاسم هاي العماره اصلا لزونز وهون في عندي هذول جروب وهذول جروب، صفى ما في ارتباط بين مجموعه المصاعد اللي هون ومجموعه المصاعد اللي هون، لانه عندي هاي عمليا صارت هذا زون، هذا هون لوور زون وهذا هون ابر زون، لهم نفس المدخل. فهذا هون اكسبرس، صف هاي جروب وهدول جروب. اللاندنج كولز راح يكون عندي مجموعة لاندنج كولز لهاي الجروب، راح يكون عندي مجموعة لاندنج كولز لهاي الجروب. ما إلها معنى أحاول أعمل allocation لللاندنج كولز اللي هون لأي مصعد من المصاعد اللي في هاي الجروب. هاي صفة جروب وهاي صفة جروب. إذا في عندي elevator cars operating in the same group، رغم إنهم هذول يمكن يكونوا قريبين من بعض بس ما لهم علاقة ببعض. In order to optimize، optimize إيش معناها؟ ممكن تكون maximize وممكن تكون minimize. طبعا هون المفروض اني احط ماكسمايز او مينيمايز، لان هذا هو اوبتمايز. تو اوبتمايز حتى الاقي الاوبتيمم لسيرتن اوبجكتيف فانكشن. اوبجكتيف فانكشن دائما في 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 علم او في لغه الاوبتمايزيشن نستعمل شيء اسمه اوبجكتيف فانكشن، هي الفانكشن اللي بعملها ماكسمايزيشن او مينيمايزيشن لما بكون بعمل اوبتمايزيشن اكسرسايز. في عندي هون كنترول الجوريزم. الكنترول الجوريزم ممكن يكون سيت اوف رولز، مثلا example control algorithm ممكن يكون set of rules اللي بنستعمله حتى نعطي هدول الكولز اللاندنج كولز. الكار كول ما بدها assignment لانه الكار كول معروف لمين رايح. لما بنقول كار كول بتروح to the same lift او same elevator، لكن اللاندنج كول رح تتوزع لواحد من لـ A مثلا او B او C او D. واذا عملت allocation لهاي اللاندنج كول لمصعد ما بقدرش ارد اشيلها بعدين، ما بصير اقرر اني اعطي هاي اللاندنج كول، خلص بقول هاي اللاندنج كول راح يستلمها هذا المصعد، المصعد هذا هو مسؤول عن هاي اللاندنج كول، فالمفروض انه يوقف عليها. هل ممكن مصعد يمر على لاندنج كول بنفس اتجاهه ما يوقف عليها؟ ممكن، لانها مش allocated له. هلا راح نشوف كيف. اوكي،
إذن هذا تعريف